السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عليه بيشغل الباور زي كده، لو ضغطنا بيقفل الباور، لكن احنا طبعا مش بنقفل، هي لما بتخلص اوريدي بتقفل لوحدها. فاحنا بنستخدم ده اوبن بس كده، بنفتح منه. بعد كده بنفتح الباب بتاعنا، بنبدا نحط الملابس بتاعتنا في الحله هنا برضو عشان نعرف الماكسيمم بتاع الملابس، بيكون مثلا لحد الفلاتر اللي هي بتاعت الاوضه، يعني ممكن تلات ارباعها كده الماكسيمم. بعد كده عندنا هنا دول مشحوق، هنا بنحط المسحوق. طبعا اللي بيبيع الغساله بيقول مسحوق عادي، لكن هو مسحوق اوتوماتيك، لان المسحوق العادي بيأثر على الاكس بتاع الجير بوكس وبيعمل فيه مشاكل بعد فتره زمنيه معينه، ممكن تطلع بره الدمار وبيحصل مشاكل في الجير بوكس على طول. طبعا المعدل بتاع المسحوق بيتعدى الكوبايه الا ربع من كوبايه الشاي عليه، وعلى حسب العبوه، يعني كل ما قللنا كل ما بنقلل المسحوق برضه. ولو عندنا معطر بنضيفه هنا عند الخانه بتاعت السوفت نار دي، سوفت نار بنحط هنا دوري لا يتعدى 35 جرام، زي مثلا لو قطع ازازه ميه ولا حاجه. بعد كده بنقفل الدور. بعد كده بنقفل. بعد كده انا عندي هنا البرامج، انا لو ضغطت ستارت على طول بيشغل على النورمال على البرنامج العادي، ده طبعا برنامج بدون وقت. الغساله بتستشعر الميزان بتاع الملابس وبناء عليه بتحدد الميه والتايمنج للوقت بتاعها. طبعا احنا بنضغط ستارت وبنسيب الغساله مع نفسها، غسيل وشطف وعصر. البرنامج العادي ده برنامج مناسب لكافه انواع الغسيل اللي احنا بنستخدمها بسرعه يديه، يعني في الطبيعي خلاص او في الغالب بيكون هو البرنامج الاساسي. لكن قبل الستارت الغساله تغسل على الكولد على الميه البارده، انا لو عايز اضيف هوت تبقى يبقى خليط ما بين البرد والساخن، تبقى يعني زي ما بنقول كده وورم، تبقى ميه دافيه. طبعا موضوع السخن على طول ده مش مستحب، لان هي طبعا الغساله عباره عن حله داخليه وحله خارجيه، الحله اللي بره بتبقى بلاستيك فبتتاثر يعني بعض الشيء بالميه السخنه جامد. طيب انا لو الدنيا تمام بضغط ستارت وزي ما احنا شايفين كده بتبدا الغساله في البدايه بتستشعر الميزان بتاعها، طبعا الموتور بتاعها دايركت درايف دفع مباشر، بتبدا تستشعر الميزان وبعد كده بتبدا تسحب ميه عادي طبيعي خالص وبتكمل البروجرام بتاعها. طبعا كل ده لحد ما هي هتكرر الوقت دلوقتي، بناء عليها تحط الوقت هنا وبعدها بتسحب ميه على طول وبتقوم طبعا هي هنا بتلف هنا، يعني ان هي بتستشعر الميزان، بتبدا الحركه هنا اهو. طيب ده بالنسبه للنورمال. انا عامل طبعا هنا عباره عن كلمه بروجرام ووسطها هنا 1 و2. بروجرام 1 بيبدا بالنورمال برنامج العادي، عندي هنا ستيم كير عنايه بالبوع لو عندي ملابس مبقعه زياده عن اللزوم ولا حاجه، بتحتاج تايمنج طويل شويه ساعتين 22 دقيقه. طبعا احنا اتفقنا لو عايز طبعا دي اوبشنات، لو عايز اضيف حاجه بضيفها من هنا وبضغط ستارت. انا بالحساسيه اي حاجه ممكن تتعرض للبكتيريا والاوبئه او للحاجه مثلا جسمنا ملاصق لها باستمرار زي جشاش المخدات او الملايات. عندي شطف ذكي لو عندي حاجه عايزه تتشطف بتتشطف كويس. غسيل اقتصادي لو عندي مثلا لو عايز اوفر في الكهرباء بتاعت الغساله ولا حاجه، كده موفره وموفره كمان بنسبه كبيره بنسبه 36%، لكن ده برنامج اقتصادي برضه موفر خالص. دي كويك ووش غسله سريعه نص ساعه 36 دقيقه لو عندي كميه مش كتيره وملابس درجه السخن مش عاليه. طبعا دي بروجرام 1 لو ضغطت عليه مش بينيل هنا هيطلع فوق تاني، فانا علشان استخدم الزرار الاوبشنات دي والبرامج دي هضغط على بروجرام 2. هنا دي ديليكيتس ملابس الناعمه يقصد بيها الملابس الداخليه الخفيفه او الملابس الخفيفه بوجه عام يعني بوشه خفيفه. تولز مناشف يقصد بيها فوط بشاكير كبرتيهات بطاطين بيبي الحاجات دي. ضافت دي هنا لحاف او بطانيه، هو الموضوع اللحاف والبطانيه يعني مش مستحب ان هو يكون باستمرار، يعني سايلنت صامت لو عايزين مثلا الغساله ما يبقى لهاش صوت وهي شغاله، كده كده مالهاش صوت بحكم ان الغساله دايركت درايف التوب بتاعها انفرتر فالصوت بتاعها يعتبر ما فيش، لكن صامت ان هي لكن صامت البرنامج ده بصراحه يعني مش بينظف كويس، لان هي الحركه بتاعت الاحتكاك او حركه الموتور بتبقى يعني عدد لفات قليل خالص على ثواني قليله. طب هو معمول ليه طالما مش بنضف كويس؟ والله ممكن يبقى عندي حاجه في الدولاب مثلا نضيفها، بس عايز اكد عليها الكلام ده كله. طبعا كل شهر بتبقى الغساله فاصله، بضغط باور، هاجي عند تيوب كلين، وبعدين بجهز ازازه خل في ايدي. وناخد بالنا كويس من الموضوع ده، لان بعض الناس تشرح على اليوتيوب بشرح تنظيف الحوض بطريقه ان هو يقول لك هتجيب تنظيف الحوض وتفتح وتحط خل وتقفل وتضغط ستارت. طبعا الكلام ده مش صحيح. ليه مش صحيح؟
لان طبعا احنا عارفين ان في خرطوم واصل من الحله للترمبه، فبمجرد ان احنا بنحط الخل من فوق بينزل في الحيز بتاع الخرطوم ده، فالحله كده ما استفادتش من الخل. طيب احنا بنعملها ازاي؟ بنضغط باور وبنجيب على تيوب كلين وبنضغط ستارت، بننتظر يعني واحنا عنينا كده على المروحه ان الميه تبدا بدات تطفو فوق سطح الريشه او المروحه، اعمل ايقاف مؤقت ما افتحش على طول. طبعا الغسالة بيبقى فعله، بفتح الباب وبمسك ازازه الخل بخرمها من الغطا واجي ماسكها من النص كده على المسامه بتاعه الحله دي في الجناب بتاع المروحه كده، وهاجي اقفل الباب بتاعي واجي نشغل ستارت من جديد ان هي تبدا تكمل الدوره بتاعتي. طبعا انا عندي هنا برنامج فيفوريت، بقعد مثلا مثبت برنامج ولا حاجه بضغط عليه ضغطه بيثبت البرنامج ده على طول، بحيث ان انا مثلا لو عايز اثبت برنامج تاني برنامج الفوري. طيب الزراير دي والله في ناس بتعمل كده، تروح مثلا تضغط باور تيجي على الوش تحدد هي تايمنج، تيجي عند الشطف تقول انا هشطف مرتين ولا مثلا هشطف ثلاث مرات ولا هشطف مثلا اربع مرات ولا هشطف مثلا خمس مرات ولا هلغي الشطف خالص، على حسب ما هي عايزه. في ناس تقول لك انا هغسل واعصر على طول ده الهدوم نظيف او مره، في ناس تقول لك لا ده انا هعصر على العالي، في ناس بتحدد بروجرام هي، في ناس تلغي العصر بحيث ان هي تبقى محتاجه الميه في غسله ثانيه، يعني مثلا ممكن يبقى عندي حاجه يعني شبه نظيفه بغسلها بس انا محتاج الميه عشان اوفر الميه، فممكن ما فيش مشكله ان احنا بنلغي شغال هوش او ووش ورينس. طبعا هنا الووتر ليفل مش مستحب ان احنا نتحكم فيه، لان هي الغساله فيها اوبشن ان هي بتنزل الملابس وتحط ميه على قدر الميزان اللي فيه. فطبعا في ناس بتروح تتحكم هي في الووتر ليفل ويرجعوا تاني يرنوا عليا يقولوا ده الغساله مش بتنضف كويس. طبعا بنروح لي عدم نسبه وتناسب ما بين الميه وكميه الملابس. احنا يعني بالبلدي كده لو جينا بانيو وحطينا فيه تيشيرت وغسلنا ما ينضفش كويس، ميه كتير قوي على قطعه صغيره. او بطانيه بحوض صغير قد كده برضه ما تنضفش كويس. ملابس كتيره على ميه قليله، فلازم يكون في نسبه وتناسب ما بين كميه الميه والملابس، فده بيكون برضه سبب كبير جدا في الشكاوى بتاعت ان الغساله مش بتنضف الميه كويس، بيبقى في عدم نسبه وتناسب ما بين الميه والملابس. طبعا احنا عندنا هنا لو عايز اشغل الهوت مع الكولد، مع الكولد بارد مع السخن. هنا عندي سترونج لو عايز اعمل غسله شديد طبعا اللي هو بيزود الاحتكاك يعني، هنا لو عايز اعمل نع، هنا لو عايز افعل خاصيتي بستيم، وهنا لو عايز اخر الوقت. يعني ايه اخر الوقت؟ على سبيل المثال مثلا احنا طبعا البروجرام ده ملهوش وقت لان هي بتحدد الوقت عن طريق العبوه وعن طريق الميزان، ففي ناس هنفترض ان الوقت ده هيبقى ساعه كافتراضي يعني، طبعا انا عايز احط الملابس دلوقتي وداخل انام او رايح مشوار وراجع بعد ساعه. طيب انا طبعا او راجع مثلا بعد 7 8 ساعات، طبعا هرجع هتقول لي هرجع بعد 7 8 ساعات والغساله شغاله وهتفصل بعد ساعه، ارجع لها بعد 7 ساعات والباب مقفول عليها، ده انا ممكن اجي من بره افتح الاقي الهدوم كان كيمت جوه من الحبسه. فانا ممكن هنا تايم ديلي ااجل وقت التشغيل كل ما اضغط ضغطه 8. هنا مثلا تيجي الغساله لوحدها بعد 8 ساعات تبدا تشتغل لوحدها من غير اي حد يجي لها، بحيث يبقى لسه جاي من بره تبقى هي يا دوبك لسه بتخلص البروجرام بتاعها. طبعا لو عايزين نعمل لوك الاطفال بيبقى هو خليط ما بين السبن والرينس، بيعمل لي القفل للاطفال بيبقى ضغطه مطوله لمده 3 ثواني ولا حاجه، اللي هو ظهر لي السي ان كده. طبعا عايزين نخص لو نفك الشيلد لوك تاني نفس الزرارين مع بعض. في ناس بتبقى غاسله حاجه على ايدها بره وعايزه تعصرها بس تجيب باور سبن ستارت، هنا بتجفف بس، تبقى عايزه تشطف وتعصر بس تضغط على الرينس والسبن وستارت. استنى كده استنى هو. طبعا انا لو عايز افعل الخاصيه بتاعت الانتنسيف، الانتنسيف ديت طبعا يعني مكثف، يعني مكثف يعني مثلا احنا لو بنغسل حاجه على ايدينا كده غير لما نكون بنغسلها كده بنزود في الدعك، فمكثف دي يعني بيزود في العدد لفات الموتور يمينا ويسار في حاله الغسيل. طيب نعملها ازاي؟ بنيجي مثلا احنا بنيجي هنا عند الرنس ادي شطفه، لو تكيت كمان مره بيفعل الانتنسيف، هنا الانتنسيف نور، الانتنسيف ديت يعني مكثف تمام. ولو عايز اعمل تجفيف هواء في هنا برضو خاصيه التجفيف الهواء، نيجي هنا مكتوب هنا بريس هولد 3 سكندز فور اير دراي، يعني نضغط على زرار السبن 3 ثواني ضغطه مطوله لمده 3 ثواني علشان نفعل تجفيف الهواء، لكن هو كده سرعه العصر بتاعتها عاليه جدا فمش بنحتاج تجفيف هواء. طيب باختصار لتشغيل الغساله باور، ببدا افتح الباب بتاعي بحط الملابس، اهم حاجه ان هي تترتب وتتوزع كويس، احط المسحوق والمعطر بقفل
والبرنامج النورمال ده برنامج مناسب وملائم لكل انواع الغسيل. نضغط ستارت ونسيب الغساله اول، ده انسب وافضل حاجه للغساله. طبعا الغساله لما بتستشعر وجود اي مشكله بتقف وبتديني هنا الارم كود اوت، ممكن يظهر لي اي دي اختصار كلمه انبوت ايرور، يعني خطا في الداخل. طبعا بنعرف اذا ضغط الميه ضعيف، يا اما الفلتر فيه شوائب او الخرطوم ده متني او الميه قطعه. ممكن يظهر معايا او اي، بنعرف ان احنا ممكن نكون ناسيين جيني فضه او دبوس في الملابس، فنفك الفلتر نشوفه. ممكن يظهر لي يو بي، بنعرف ان احنا مكترين ملابس اكتر من اللازم. ممكن يظهر لي يو سي، ممكن تكون الكهرباء ضعيفه. ويعني وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.